بس انا ملاحظه بقى ان العرفان بالجميل عند ماجده الخطيب كله ناحيه الرجال، مفيش واحده ست ليها عندي عرفان بالجميل. لا لا كتير يعني. ولا السؤال ده هيشيله المخرج. لا 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 العرفان بالجميل لشادية. شادية وقفت جنبي لما عملت معاها، كنت انا عملت مسرحيه نص زهرة السبارة ونجحت المسرحيه جدا، وجم لما يعملوا الفيلم اختاروني انا من المسرحيه. ما عندكيش فكره كانت بتساعدني قد ايه. يعني كان حتى في حدوته حصلت لي ان لما رمسيس نجيب هو اللي هينتج الفيلم قال ان صوتي بشع وان انا مش ممكن اعمل يعني بطوله مشتركه مع شادية بالصوت الرجالي الوحش ده جدا. فاخدني اداني دروس في الغنى عند واحده اسمها مدام راتل بالظبط. كلنا خدنا عندها وفعلا صورت لمده يمكن اسبوع كويس. وبعد اسبوع رحنا نتفرج على شغل الاسبوع فلقيت نفسي بمثل بطبقه مش انا يعني حاجات بقى فقعدت اعيط جدا، عيطت عياط شديد جدا. رحت قلت له انا مش هشتغل بالصوت اللي معلمه لي مدام راتل، انا هشتغل بصوتي. قال لي لا تشتغلي بصوتك تمشي من الفيلم. مدام راتل قالت لك تشتغلي بصوت المستعار بطبقه مستعاره يعني الطبقه الرقيقه يعني عشان اتكلم كده فلما سمعتها حسيت ان مش انا خالص. فقال لي خلاص هتمشي من الفيلم. طبعا الفيلم بالنسبه لي كان فرصة كبيرة جدا طبعا. رشدي أباظة، شادية، فطين عبد الوهاب طبعا، اللي كاتب السيناريو أحمد رجب، ممثلين معانا سمير صبري، معانا عادل الإمام، معانا حسن مصطفى، فيلم يعني صحيح. فدخلت الأوضة وقعدت أعيط، لقيت طب وبعدين مع يعني آخرة العياط إيه؟ لقيت شادية في وشي والأستاذ رشدي أباظة فقالوا لي بتعيطي ليه يا مجدة؟ قلت لهم استاذ رمسيس مشاني علشان بشتغل بصوت مستعار. قالوا لي امال انت صوتك ايه؟ فكلمت بقى الكلام العادي فقلت لهم انا مش ممكن همثل بالصوت ده هوت. يعني انت اللي اعترضتي على الصوت؟ لا انا اللي اعترضت على الصوت، حسيت ان انا بقى لما اتفرجت على نفسي مش انا. دي مش انا، واحده ثانيه مفتعل. يعني مفتعله جدا يعني حتى يعني انا بمثل دور داليا في الفيلم بقيت بمثل دور ودور. حسيت ان انا بعيده تماما عن المسألة. مفيش احساس صادق. مفيش. طبعا اجتمعوا بفطين عبد الوهاب وعملوا رباطيه على رمسيس نجيب وقالوا له بالعكس صوتها الطبيعي صوت كويس قوي الله. واشتغلت بعد كده هو بصوتي الطبيعي والا كنت طبعا لو كنت طلعت بالطريقه دي رغم ان رمسيس نجيب من المخرجين اللي بيحسوا فين هينجح الموهبه فين الموهبه وكده وهو فعلا طبعا اداني فرصه كبيره ومخرج ومنتج طبعا ولكن ما لو كنت اشتغلت بالصوت ده كان اول واخر طبعا فيلم آخر. كنا قعدنا في البيت بس يمكن من هنا المقدمه اللي انت قلتيها انها كويسه ومش عارفه ايه لكن ما بتعرفش تمثل. كنت طلعت ما بعرفش امثل خالص. كنت فعلا طلعت ساعتها ما بتعرفش. فشادية هند رستم هند رستم انا ما انساش جمايلها عليا لان برضو لما جيت اعمل الاختبار مع حسن الامام قال عليا ان انا صغيره قوي وما ينفعش وكان هيمشيني فقالت له لا يعني احنا السينما محتاجه بنات صغيرين يعني انت عندك ده كان فيلم ايه؟ لا انا رحت له من غير فيلم لان هو كان شاف صورتي عند واحد مصوراتي وقال له البنت دي لو عايزه تمثل ابعتها لي استوديو جلال. هو كان بيعمل فيلم بس انا مش فاكره فيلم ايه ومدام هند رستم كانت بتعمل بين السماء والارض مع الاستاذ صلاح ابو سيف فبالصدفه شافت الحوار ده هو فهي قالت له اعمل لها يا حسن تيست ودي شكلها باين عليها هتبقى كويس كمان لما بعد كده يمكن ما تقابلناش كتير وبعدين لما حصلت المحنه بتاعتي انا ليا محنه طبعا سجن فوجئت ان مدام هند رستم بتيجي تزورني في السجن ما انساش برضه فضل سناء جميل عليا اشتغلت معاها في اول حياتي وطبعا كل الناس قالوا لي اوعي تشتغلي مع سناء جميل لانها غول تمثيل هتشلفطك مش هتطلعي تاني ففعلا كنت بعمل معاها زهرة الصبار في المسرح لا كنا لسه التلفزيون سهرة اسمها الأسلاك الشائكة أيوة أنا مذاكرة برضو كل حاجة عنك عشان أعرف أكلمك صح الأسلاك الشائكة
فرحت وانا معيط قلت لها الكلام ده. نعم. فطبطبت عليا واخدتني، كانت هي اللي بتديني بتعمل لي التمارين. في سميحه ايوب، في ناس كتير جدا ما يعني تحس ان ليهم فضل او بصمات على شخصيتي. طب وفي الحياه العاديه مين بقى خارج الشغل؟ يعني خارج الشغل من من الستات، كل الستات العظام اللي قرينا عنهم، كليوباترا، نيفرتيتي. مفيش في الحياة شخص أو شخص أو حد قريب منك في الحياة ليه بصمة على يعني أو ليه يعني مش ممكن تسيب؟ جدتي. جدتك. جدتي ليها بصمة في حياتي. ويمكن هي اللي حببتني في السينما، لأن هي فترة من فترات حياتها كانت غاوية سينما قوي. مصرية؟ تركيا. تركيا. تركيا مصرية. ايوه ما انا عارفه. متجوزة مصر. كل مصر كانت نصها اتراك. فجاه وقت للاسف الدكتور عليكها غلط، فما ما بقتش بشوف، فسمتني العكاز بتاعها. وكانت بسند عليها واوريها السينمات واحكي لها الافلام من هنا، برضو حبيت السينما جدا. هي في نفس الوقت كانت شخصيه تركيه، ورغم كده كانت تقول لك لا انا مصريه. كانت قويه الشخصيه جدا، ممشيه البيت كل يترعب منها. خدتي منها بقى قوه الشخصيه انت صح؟ يعني متهيألي قوة الشخصية دي بتتخلق مع الإنسان، بتتولد معاه. يعني ما تقدريش تقولي أنا لازم أبقى قوية الشخصية، ما ينفعش. ما ينفعش. لكن هي طبعا الإنسان بينمي فيه الحتة دي. يعني الحتة دي برضو ممكن الواحد لو استوعب المسألة طبعا ممكن. عموما أنا في حواري معاكي هقولك على أسماء أخرى على حكاية قوة الشخصية دي، بس في الحوار بقى لما نقعد. خلاص. بس لما نقعد. خلاص. حبيت مثلا روزا اليوسف جدا. طبعا. شخصية من جميلة. مي زيادة. يعني لا في شخصيات كتيرة أثرت. طبعا أثرت.